مباراة نهائي كأس مصر هي تعاون مثمر الحقيقة ما بين اتحاد كرة القدم والشركة المتحدة والمسؤولين في السعودية. شايف المباراة وما حدث بقى خلال هذه الفترة فيما يخص هذه المباراة ما بين ان انت تروح تلعبها في السعودية وما بين ناس موافقة وناس رافضة؟ بص يا كابتن اسلام، انا من وجهه نظري ان انا اتمنى ان خلاص ان المحافل الدوليه دي ان احنا خلاص نستضيفها، وخصوصا في انا وجهه نظري في استاد زي العاصمه الاداريه. اتمنى ان النهائي كان يبقى موجود هناك، لكن بنشكر طبعا اشقائنا في السعوديه والمنظمين على استقبالهم لينا، زي ما كنا بنشكر دوله الامارات واستقبالها للنادي الاهلي واستقبالها لاي محافل دوليه في مصر. اتمنى ان المحافل الدوليه دي تبقى موجوده داخل مصر، عوده الجماهير، ويمكن ده اللي انا بناشد بيه دايما، وحضرتك دايما حريص على حته التعصب بين الجماهير، وده اللي بنناشد بيه دايما ان عوده الجماهير وهي اللاعب رقم واحد في المدرجات. انا اللي انا بتمناه ان النهائي يبقى موجود هنا في مصر بتامين مصري بجماهير مصريه، ده اللي انا بتمناه دايما، لأن لازم نشوف البلد دي أحسن بلد في الدنيا وفيها أمن وأمان وفيها كل حاجة حلوة. فأعتقد أو أتمنى إن النهائي يبقى موجود هنا، لكن مع أي دولة سواء الإمارات أو السعودية إحنا بنشكرهم جدا، ودايما هم سباقين بالمحافل الدولية بتاعت مصر. فهنا أو هنا أنا بتمنى التوفيق للفرقتين بيلعبوا باسم مصر، ودايما سواء النادي الاهلي او نادي الزمالك قطبي الكره المصريه. اتمنى المباراه طبعا مكسب للنادي الاهلي وبطوله تضاف لتاريخه، وان شاء الله تبقى قمه او نهائي يليق باسم الكره المصريه.